أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق منصة تعليمية ضخمة تتضمن كل ما يحتاجه الطالب على مستوى المناهج والتقييم والتحصيل والمراجعات. وخلال جلسة نقاشية نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة لوزير التربية والتعليم، أكد عبد اللطيف أن 99% من مدارس مصر لا تتخطى فيها الكثافة 49 طالبا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء من 10,000 إلى 15,000 مدرسة سنويا لمواجهة مشكلات تتعلق بكثافة الفصول. فيما يخص التعليم الفني، هيكل التعليم الفني، احنا لما اتكلمنا في التكنولوجيا التطبيقية هو الاسم تكنولوجيا تطبيقية، لان هو في بعض المهارات موجودة جوه، تمام، زي مهارات صناعية ومهارات فنية، واحنا هو ده السبيل ان احنا بنطور بيه التعليم الفني. انما التعليم الفني كان فيه عجز معلمين اشتغلنا عليه، كان فيه بعض الكثافات نفس اللي اشتغل تم حله في التعليم العام، نفس الاليات اشتغلت في التعليم الفني. دور من ادوار الهيئه الوطنيه للصحافه هو دور مجتمعي، عشان كده احنا فكرنا ان احنا اول ندوه لوزير التربيه والتعليم تكون عندنا هنا مع جميع المؤسسات الصحافيه. بالفعل احنا طبعا متابعين الفتره اللي فاتت او الثلاث شهور اللي فاتت من اول ما تولى وزير التربيه والتعليم، وفي حاجات بتعمل خارج الصندوق. كان في مشاكل كثيره موجوده في التعليم، وكان يعني تعرفوا طبعا التعليم تمس كل بيت في مصر. وزارة التربية والتعليم وزارة محورية وجماهيرية ولها تأثير على العديد من الملفات. الحقيقة اليوم الوزير تعرض لمجموعة من المحاور اللي بيشتغل على أساسها، منها القضاء على الكثافة، منها توفير المدرسين لتقديم المقررات المختلفة، التغلب على المشكلات اللي عانى منها التعليم المصري على مدى عقود طويلة وليس فقط على مدى سنوات. اتكلم النهاردة على كيف استطاع أن يقضي على نسبة 99% من مشكلة الكثافة، وكيف وفر أن يكون عدد الطلاب في الفصل الواحد أقل من 50% في نحو 99% من المدارس، وده إنجاز كبير أنا أعتقد أنه يحسب للوزير ويحسب لوزارة التربية والتعليم. المؤتمر السيد الوزير عرض رؤيته بالكامل لتطوير التعليم، وده كان شيء مهم جدا انه الاعلام يبقى على درايه بكل اللي بيحصل في منظومه التعليم من تطوير، وده بيخلي الاسره المصريه تبقى عارفه تفاصيل المشروع، وده كان شيء مطمئن جدا.